اللهم صل على محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين. اليوم العمل مستمر، اليوم 3/3/2020 في مقر مؤسسة مالك الأشتا. اليوم خالد من الصبح هنا يشتغل وكمل العمل، واجانا نبدل اليوم لابس الأزرق يخبل. قواك الله، سيد مرتضى مؤسسة عشاق الحسين اليوم جاي هنا يطع آراء فقط، كل شي ماكو. لا 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 بخ كل علي. شنية؟ يلا المساهمين. شنية بالله من هسه خنثبت علي. يلا حبيبي. ليش اطمون مالش بي انتم سيد مرتضى؟ ها؟ مطلوب مال محرم وروح ابوي لازه. عشرة هواي. احنا ما يغلن عليكم. ايه. ولا يكثرن عليكم. سياسي. بعض السياسة باوع تاتشر، لكن احنا ماكم نفس الاسم. صحيح. سواء 10 20 نفس الشيء، ما تقدر علينا. هسه بيت العلوة ما ينقدر نكفيكم العباس. خوش ليش ما نسوي هنا؟ انا اقول لك شو نسوي؟ شو ترتبون رتب معينه؟ شو اللي ترتبون عليه رتبه؟ عم كل شيء ما نرتب بس دعائكم. دعانا؟ اي احنا خوب انفسنا. اي خربت يا اخوي، ايش فيك انت؟ وحيد وجهه وجهه كله نور، يصلي صلاة الليل. يلا اخوي الشيخ وحيد. 3/3/2020 والعمل مستمر في مؤسسة مالك الأشتر، ونحن مقبلين على شهادة الإمام الكاظم.